خفيضة أكيد خفيضة البرنامج لمستوى الضرب في تفت الرابطة. واليوم سعادة أن يكون معنا من خارج الرابطة والضيوف ديال الرابطة اللي طرينا أن يكون حضروا معنا. هذه الوالدة الحاجة زهور الوالدة ديال الأولاد السكيتيوي كاتب علي سعداء نحسين كثير الحمد لله في صحة جيدة تمكنت بجهود الله بطبيعة الحال وجهود اللاعبين وجهود التقنية والمدرب والمسير وكل ما قدرت نحسين كثير من أجل ما تبقى في أحسن الرتب في هذه البطولة اللي انتهت. اليوم ارتئينا أن نستضيفوا في إطار اللقاء التواصلي الإطار الوطني المغربي المدرب حسين كثير عبد الهادي السكيتيوي اللي كثير من الناس كيلقبوه بالجنرال. احنا ربما نقول هذا الاطار من المنظومه الوطنيه اللي كنفتخروا بها بطبيعه الحال وسعداء انه يلبي الطلب ديال الرابطه هذه المده كنا تواصلنا معاه باش اننا نزرعوا هذه النقاط التواصليه باش اننا يكون محطه لمحبين حسينيه باش نتعرفوا على وضع حسين تكادير. حسين تكادير فين غاديه؟ حسين تكادير الظروف اللي كتعيش فيها بطبيعه الحال خاصه في امور التكنيك وهذه ايضا من خلال الرابطه المغربيه الصحفيين والرياضيين هي تكريم رمزي لهذا الاطار الوطني لانه بكل صراحه انه جا خذا حسين تكادير فواحد الوضع اللي الكل كيقول بدون استثناء ان حسين تكادير في القسم الوطني الثاني. استضافه الرابطه الوطنيه الصحفيه للرياضيين شرفوا رئيس ديال جهاز مسمى السابق وشكرا له في جميع الوجوه اللي انا سعيد باش نتلقى علينا شحال بعض المرات شحال الوقت شحال ما دمجتو بما يخص
انا اللي نقول انه هذه واحد احتفاء صغير كنديروا العائله ديال الصحفيين مع دور بير مع الفعاليات ديال النادي حسن الزكريا. خشنا نبوسنا كاملين المجهود اللي قمنا به. الله تبارك وتعالى رب المتقين بالوجود. الله تبارك وتعالى عرف بان في القلوب ديالنا امام راسخ على اننا جينا بشكل نبيل كله من جهته باش يخدم مصلحة الحسنية وأكثر من هذا يعطي الحياة الواحد كيان اللي كان مات أزيل كلام حسنية أكادير دورة 20 قاتلة واحد اللي بقى 10 دورات حسنية كانت من إعداء الدرجة الثانية لكل سنة يمكننا نطبق هذا الشيء من بعد في المسائل التقنية ومحتوى المسائل الدقيقة باش تعرفوا بأن هذه الحقيقة كله كان منهار ومن الصدفة لأنه شو فعلا نطبري لا بريمير سورتي ديال لا بريمير جورني ديال كوم ريسبونسابل تكنيك إكيب دي راجو يا دوميسي زابي فيو لو ماتش كيفاش داز لا فيزيونومي ديالو كيفاش سجلنا كيفاش سجل علينا إصابة ودخل شوية ديال الشك في اللاعبين وكيفاش يعني هذا كيفاش تدينا مقابلة اللاعبين لكن اللي اعتبره هذا ولكن اللي فون كونفيرمي دايور افون سا جو مسوي لونسي جي مي لا مان دون لا مان افيك ان كرون مسيو بور سوفي ليكيب سينا العلالي الكاتب العام للرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين بأكادير اليوم ضمن هذا اللقاء التواصلي مع الاطار الوطني عبد الهادي السكيتيوي مدرب حسنيه اكادير في اطار وكيدخل في اطار سلسله اللقاءات اللي كنظموا داخل مكتب الرابطه في اطار التنشيط ديال المدينه رياضيا واعلاميا والمناسبه اليوم ديال الاستضافه ديال عبد الهادي السكيتيوي بعد نهايه البطوله وتحقيق البقاء بامتياز احتلال الرتبه السابعه وكانت هذه محطه تواصليه مع عبد الهادي السكيتيوي باش اننا نعرفوا يعني المسار ديال الفريق رفقه هذا الاطار الوطني واهم المشاكل المطبط لعقد الفريق وايضا استشراف المستقبل والاكيد انه من خلال التساؤلات اللي طرحوا مجموعه من الزملاء الصحفيين وايضا الاجوبه ديال عبد الهادي اللي كانت اجوبه صريحه وواضحه انه حسيت اكادير عانت الامرين عانت مجموعه من المشاكل مجموعه من المطبات من ربما من يمكن نقولوا المشوشين الناس اللي بغاو انه يحطوا من قيمه ديال الفريق حسيت اكادير ولكن استشرفنا ايضا مستقبل مشرق ومشرف ان شاء الله في السنوات القادمه بعد انه حسيت اكادير يعني المكتب الحالي وايضا الاداره التقنيه بصدد انه يوضعوا واحد اورغانيغرام واحد الهيكله منظمه في الجانب الاداري والمالي والتقني باش يضمنوا الاستمرار ديال الفريق حسنيه اكادير وهذه ايضا مبادره كريميه كرمنا فيها ايضا الى جانب عبد الهادي السكيتيوي رئيس صقر اكادير لكره القدم داخل القاعه بمناسبه فوز فريق صقر اكادير بكاس العرش لكره القدم المتنوعه.